رجاله صح، ما عندناش، انتوا مع الفيرست تيم صح، خدتوا اجازات ال 48 ساعه هو النهارده كان عندنا بالفعل تمرين الصبح الساعه 9 الصبح، وخلصنا تمرين وكنا متواجدين مع حضرتك دلوقتي. كل سنه وانتم طيبين، واهلا وسهلا بيك بحضرتك. طيب ابتدي مع فخري. فخري تعرف الناس بيك وبمركزك في الملعب، وابتديت ازاي او قصتك ابتدت ازاي مع النادي الاهلي؟ انا ابتديت في نادي غزل المحله سنه 2006. اساسا ما كنتش يعني هلعب كوره، بس بابايا كنت في سنه اولى ابتدائي لسه، فكان بين السنه الدراسيه سنه اولى كان بيكون في اجازه مثلا شهر، فهو قال لي تعالى نروح بدل ما نقعد في البيت نروح النادي غزل المحله نتمرن، ويعني تتعرف على اصحابك ويعني تتعرف على ناس جديده. فرحت في اول تمرينه اللي هي الكابتن محمد هلباوي شافني، فقال لي بابايا عايز الاستمارات، عايزين نمضي في النادي. بابايا اول مره رفض، وتاني مره رفض اكتر من مره، بس بعد كده بابايا جاب شهاده الميلاد والبطاقه وخلاص، واتسجلت مع نادي غزل المحله، وفضلت مع المحله. قعدت معاهم 10 سنين من 2006 او 12 سنه، من 2006 ل 2018 معاهم، ولعبت درجه اولى من وانا عندي 16 سنه، ولعبت اول ماتش رسمي ليا في الدوري الممتاز كان يوم 1/3/2016، كان عندي لسه 16 سنه. انت مركزك ايه في الملعب؟ انا مركزي صانع العاب، يعني نص ملعب، ممكن ديفندر تحت راس الحربه بقى يمين او الشمال، او ممكن ساعات يعني اما جيت الاهلي توظفت في كذا مكان. يعني المركز المفضل بالنسبه لك انت؟ سيبك من المدير الفني. نمره 10. رقم 10. نمره 10 صانع العاب. وبعد كده بعد فانيلا تقيله قوي نمره 10 دي يا فخري، يعني انت عارف فخري مين اللي لبس 10 بالذات في الاهلي؟ احنا بنتكلم على نجوم كبار طبعا. وده شرف ليا ان انا العب اكيد في النادي الاهلي، واتمنى في يوم من الايام ان شاء الله البس رقم 10 باذن الله ان شاء الله. فاما انا جيت ازاي الاهلي بقى؟ جيت الاهلي انا لعبت في المنتخب، لعبت في المنتخب اكتر من مره. لعبت مع كابتن جمال محمد علي مع منتخب 92 ومنتخب 97، مع كابتن معتمد جمال، ومع منتخب 99 مع الكابتن حوار صديق. لعبت اكتر من مره معاهم، بس وقتها بقى كمان كان معانا كابتن محمد عامر في نادي غزل المحله، وكان الكابتن سمير كمونه كانوا مسكوا نادي غزل المحله طبعا. فكان دي كانت طريقه ليا او سبيل ليا ان انا اروح للنادي الاهلي. كانوا دايما بيتكلموا عليا كويس، بيوصلوا صوره للنادي الاهلي يعني ان انا موجود معاهم كويس، وان انا ان شاء الله يكون ليا مستقبل كويس. فكنت دايما قدام النادي الاهلي، كنت يعني محطوط قدام عينيهم يعني على طول. فاول ما خلصت في المنتخب، يعني كنا لسه في منتخب كابتن حوار صديقي، فجيت في 2018 في 16/1/2018 جيت مع النادي الاهلي انا. واول ما جيت مع الدرجه الاولى على طول مع كابتن حسام البدري، وبعدين بعد ما رحت مع كابتن حسام البدري قعدنا فتره معاهم. جالي كسر في الترقوه مع المنتخب، بعد كده قعدت فتره ان انا كسر في الترقوه دي هنا مش محتاجه خالص ان انا يعني اتجبس ولا اي حاجه، فلازم افضل قاعد كده على طول. فقعدت تقريبا حوالي شهر ونص معاهم بس. وبعد كده بقى اول ما رجعت معاهم في يعني اول ماتش على طول في الدوري الممتاز كان ماتش المصري. طب انا هتكلم معاك طبعا على مشوارك مع الاهلي، وخلينا نروح لعربي. بس عربي، انت